السلام عليكم. 22 من مايو 1990 تاريخ الوحدة اليمنية التي مثلت حلماً أضاء سماء اليمنيين وأوقد في أرواحهم جذوة نار الانتماء للوطن الكبير. 27 عاماً على هذا الحدث الكبير يمر اليوم بصورة خافتة وبالكثير من الأسى. من الانقلاب والحرب التي تمضي في عامها الثالث إلى الاحتقان في الشارع الجنوبي، يتوارى حلم اليمنيين أمام مشاريع القتل والتقسيم التي تحضر بأدواتها المحلية والخارجية. رغم الرهان الذي يبديه الرئيس هادي على احتواء المشاريع الصغيرة بتحول فيدرالي يمنح الجميع فرصة متساوية بالعيش والحرية، إلا أن هذا الرهان يظل بعيدا عن الواقع، خصوصا أن أدوات الهدم التي أنتجها المخلوع وشركاه في الانقلاب لا تزال حاضرة في المشهد. يسعى اليمنيون لاستعادة دولتهم المخطوفة وينوؤون تحت أثقال كبيرة ومخاطر تهدد حياتهم. هذه المخاطر تضع الوحدة اليمنية في سياقها الأشد خطورة، والذي يتمثل بشبح التمزيق الذي تحمله بعض القوى التي فقدت مصالحها. فلمن تكون الكلمة الأخيرة؟ وهل سيناضل اليمني لتثبيت أركان دولته وانتزاعها من مخالب الشيطان قبل ذلك؟ وما هو مصير الوحدة السياسية والوطنية بعد كل هذه التراكمات من الصراع؟ مشاهدينا الكرام، نقف هذا المساء على هذه التحولات التي أصابت جسد الوحدة وأوجعت الوطن الكبير، أناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والصحفي أحمد الزرقة، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ أحمد. نقوم الليلة بمراجعة ل 27 عام من الوحدة اليمنية، اسمح لنا أن نبدأ النقاش لكن بعد مشاهدة هذا التقرير. مرت الذكرى 27 لإعلان الوحدة اليمنية بصمت مريب، فالوحدة التي نمت في وجدان اليمنيين تبدو اليوم غريبة وتعيش نزاعات شتى. الوحدة المجروحة بحرب صيف 94 تحولت من وحدة سياسية ووطنية إلى جهاز إداري ألحق بنظام صالح الذي صادر حقوق شركائه وحلم اليمنيين. تراكمت الأحداث الخاطئة على مسار الوحدة وانتجت الحراك الجنوبي الذي طالب بداية بإصلاح المسار قبل أن يطالب بحق تقرير المصير. غير أن هذا أيضا تحول إلى صراع محكوم بمزاج وأجندة وولاءات أفرغته من قضيته وعدالتها. تمر الذكرى 27 خافتة على هامش الأحداث في اليمن، فالمواطن اليوم مشغول بالحرب وما أنتجته من تداعيات مميتة عقب الانقلاب. بلد يضيع وسط تنازع الميليشيات ويقف على أبواب التقسيم، ومعه يمضي مصير الوحدة جراء التحولات الداخلية والخارجية. خطاب وحيد عشية الذكرى 27 للوحدة للرئيس هادي تعهد فيه بعدم السماح بتقسيم اليمن إلى دويلات وفقا لرغبات مشبوهة عند هذا القائد أو ذاك الفصيل أو تلك الجماعة. يقول ذلك وهو يستند إلى شكل جديد للحكم والدولة كمخرج آمن لتلافي انجراف البلد إلى مربعات العنف والصراع تحت لافتة الوحدة والانفصال. إعلان المجلس السياسي الجنوبي بحسب مراقبين يعد انتحارا سياسيا للقضية الجنوبية في الظرف الراهن أمام التوافق الدولي لليمن الاتحادي الذي يعد خروجا آمنا من كل الإشكالات. تحضر اليوم الكثير من الأسئلة والجروح المفتوحة في جسد الوحدة المغدورة، وتمضي المشاريع الصغيرة في محاولة النيل من أكبر مشروع شهدته اليمن منذ قرون طويلة. إذن أستاذ أحمد، يعني 27 عام من عمر الوحدة اليمنية وسط كل هذه الأحداث والتناقضات التي رافقتها، كيف تقيم هذه المرحلة؟ بداية نهنئ جميع أبناء اليمن الوحدويون وغير الوحدويون بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا. بالتأكيد أن 27 عاما من عمر الوحدة هي مخاض صعب كبير جدا، ربما أكثر أو واحدة من أسوأ السنين التي مرت في تاريخ اليمن هي ربما 27 أخيرا. فيها مراحل كان فيها بداية للحلم، حلم الوحدة الذي استمر النضال ربما لنصف قرن من أجل الوصول إلى 22 مايو 90. ما بعد 90 حصلت الانتكاسة، انتكاسة الحلم. كان هناك محاولة من قوى عديدة أن يعني خلال السنوات الأولى من عمر الوحدة من 90 إلى 93، محاولات أو أفكار، كان هناك أفكار حالمة بأن هناك إمكانية لإصلاح الخلل الذي قامت به الوحدة. الوحدة قامت بطريقة عرجاء، قامت بطريقة عكسية،
قفز على الواقع. بدأ الناس من الذهب. لماذا؟ أين الذهب؟ الذهب الناس باتجاه وحدة اندماجية قبل أن يتهيئوا. كان هناك نظامين مختلفين تماما لا يشبهان بعضهم البعض، وربما هذا ما تحدث عنه الشاعر الرائي عبد الله البردوني في إحدى المقابلات، لأنه كان من أكثر معارضين للوحدة الاندماجية. كان يرى أن ما زال الشمال بحاجة إلى وقت كي تتسع، ربما كي يتخلص من ثنائية العسكر والمشايخ الذين كانوا أو القبيلة الذين كانوا متحالفين أيضا مع رجال الفكر المتطرف. ربما كانت هذه الفكرة أنه كان على الجنوب أن يأخذ بيد الشمال قليلا كي يمدينه، لكن ما حدث أنه العكس. حدث أن الشمال أخذ الجنوب بالكامل معه وذهب به باتجاه 93، وبعدها باتجاه حرب صيف 94، الحرب التي ربما هي ظالمة وأنتجت مظالم كبيرة جدا. وكان وهي كشفت أيضا أنه لم تكن الوحدة هي الضحية وحدها، لكن كان اليمنيين بالكامل ربما ذهبوا ضحية هذه. لكن أستاذ أحمد، يعني نحن نعلم أن الوحدة لم تكن وليدة لحظة، كان هناك أكثر من اتفاقية ربما من عهد الحمدي، يعني من قبل كان نعم، من 69 و 72، وحتى قامت معارك وصراعات بين الشطرين. نعم، لكن لماذا إذن يعني لم تدرس هذه الدراسة كل هذه السنوات؟ لم تستطع أن تؤطر يعني احتياج الوحدة وذهبت إلى وحدة؟ كان هناك الناس متلهفين للوحدة، لكن أيضا كان لا يمكن الحديث عن الوحدة بعيدا عن السياق التاريخي لما حصل. أول شيء الأزمة التي حدثت في الجنوب، حرب يناير 13 يناير وما تلاها من انهيار الاتحاد السوفيتي، التحولات في المنطقة في العالم، وبالتالي كان هناك يعني نوع من الحلم، لماذا لا نذهب إلى الوحدة؟ كان الفكرة الأساسية الأولى أن تكون هناك وحدة فيدرالية أو كونفدرالية كما تحدث الكثير من عاصروا تلك أو من كتبوا عنها. لكن في لحظة عصبية أو في لحظة عاطفية قرر الرئيس علي سام البيض أن يذهب باتجاه وحدة اندماجية وإحراق المراحل، وهذه ربما ليست هي يعني اليمنيون اعتادوا أن يحرق المراحل في كل شيء، لذلك لا تنضج أي تجربة من تجاربهم، وبالتالي يعودون يعني بعد ثلاث سنوات كان الرئيس علي سام البيض وحيدر أبو بكر عطاس وغيرهم كان لديهم خطاب بدأوا يقولون في وسائل الإعلام أنهم يعني تسرعوا استعجلوا ذهبنا باتجاه الوحدة لكن الشريك غادر بها. طبعا الشريك هذا الذي ذهبوا إليه هو لم يغدر بهم وحدة، لكن هو اعتاد أن يغدر بجميع حلفائه، يعني خاض تجارب كبيرة جدا، وكل من تحالف معه غادر به و التهمه بثنائية الفساد، بثنائية السلطة، بثنائية النفوذ، وبالتالي هناك الكثير من المواقف التي ذهب إليها. أيضا هو استغل انقسام الجنوب، انقسام النخبة الجنوبية في الأصل، يعني تحالف مع جزء من الجنوب في 93 وفي 94 من أجل القضاء على النصف الآخر، وبالتالي كان هناك مظلمة كبيرة جدا تكرست في ظهرت المعاناة جلية واضحة عندما بدأت حالة الإقصاء والطرد والملاحقة والتعقب. يعني عفوا أستاذ أحمد، يعني حتى تتضح الصورة، يعني أنا من خلال حديثك أفهم أنه يعني كان مسار الوحدة منحرفا من بدايته، يعني لا نستطيع أن نقول من يتحمل مسؤولية انحراف مسار الوحدة، لأنها كما تقول ولدت على رجاء. هي الفكرة الوحدة، نحن الآن يتم تسويق فكرة الوحدة كل أخطاء النخب السياسية. ما حدث أنه كان هناك خطأ في التفكير، كان هناك اندفاع حماسي من قبل أحد شركاء الوحدة، وكان الطرف الآخر كان علي عبد الله صالح وحلفائه في الشمال كانوا متخوفون جدا، كان لديهم رهبة، كان لديهم خوف. لا، حتى لاحظنا أنه كان هناك عدد من علماء أو رجال المشايخ ورجال الدين أصدروا فتاوى بعدم جواز الوحدة مع الحزب الاشتراكي نظرا لأنه يمثل الشيوعية، وكان هناك تخوف كبير جدا. هذا التخوف لم يكن موجود في الشارع الجنوبي، الشارع الجنوبي كان أكثر تخففا من هذه الأثقال، وكان ينظر ذهب باتجاه الوحدة باعتبار أنها جزء من خلاصه من مشاكله التي يعاني منها. أيضا كان جزء من الشمال يرى أن لديه مشاكل سيعوضها أو سيقضي عليها في الجنوب، وبالتالي كانت هناك رؤية حالمة. لكن ما حدث أن البداية الخاطئة تنتج نتائج خاطئة، وهذا للأسف إلى الآن هناك مشكلة كبيرة أن معظم النخب السياسية التي كانت موجودة في 90 وما قبل 90 لم تصدر مراجعات حقيقية.
إما ذهبوا باتجاه الإنكار الكلي للوحدة وتحميلها كل أخطائهم وأخطاء النخب السياسية، أو محاولة العودة إلى ما قبل 90 وبشكل ربما غير واقعي. الانفصال من أجل الانفصال، مثل ما كانت الوحدة من أجل الوحدة، وليس لم يكن من أجل الإنسان، من أجل الناس، من أجل مشروع وطني كامل يندمج فيه الجميع. وبالتالي ربما كانت هناك فرصة تاريخية لدى جميع الأطراف في انتخابات 93 أن تذهب جميعها باتجاه إعلان موقف واضح، سواء المؤتمر وعلي عبد الله صالح أو علي سالم البيض والحزب الاشتراكي وغيرهم، أن يتخلوا عن مواقعهم ويسمحوا بظهور نخبة جديدة. لكن للأسف لم تظهر نخبة جديدة في 93، وحصل الصراع. بعدها حصلت حرب صيف 94 والاجتياح للجنوب، وتم رفع شعار ثنائي اللي هو الوحدة أو الموت، وبالتالي تم اختزال الوحدة كلها في قضية الإجبار والإكراه لفصيل معين. ما حدث، كان في 94 كان بالإمكان أيضا أن يتم تدارك، ما حدث أن يتم إعلام مصالحة وطنية كبرى. لو ذهبنا إلى، لو نظرنا قليلا إلى ما قبل حرب 94، كان هناك وثيقة العهد والاتفاق، وهذه الوثيقة التي انتبه لها الجميع متأخرا، وكانت تحمل في طياتها حل حقيقي للمعالجات أو الاختلالات الحاصلة، وكان من ضمنها الحديث عن دولة فيدرالية وستة من أربعة إلى ستة أو من أربعة إلى سبعة مخاليف. وبالتالي كانت هذه الفكرة معالجة حقيقية، نظرا لأنه لم تكن هناك مظلومية كما الحديث، لكن التخلص من المركزية الشديدة، وأيضا التقاسم والمحاصصة، تم تقاسم كل شيء. وعندما قامت الحرب بالطبيعي أو أن يقوم الطرف المنتصر بالتهام حصة الطرف الخاسر، وهذا ما حصل للأسف، وبالتالي أدخلنا في مدخل سيء وأدخلنا في معمعة كبيرة جدا. بعد 94 كان يفترض أن يصدر يعني دعوة لمصالحة وطنية، ولكن ما حدث أن علي عبد الله صالح لم يلتقط الفرصة، بل شعر بنفسه أنه ملك المرحلة. وبالتالي أيضا لا يمكن أن هناك أيضا شركاء لعلي عبد الله صالح، لا يمكن إلا أن أيضا يقوموا بمراجعة مواقفهم، إلى الآن لم يتم مراجعتهم. في ربما في عام 2012 حصلت مراجعة في مؤتمر الحوار، وتم تقديم اعتذار من حكومة باسندوة، وهذه واحدة أيضا من الحركات الخفة. يجب الاعتذار للقضية الجنوبية، وبعدها ضغط الحوثيين من أجل الاعتذار للصعدة، وبالتالي التعامل، من اعتذر؟ اعتذرت حكومة باسندوة وبأي صفة وبأي صلة، ولم يكن أحد أعضاها موجودا، بينما كان الاعتذار يجب أن يكون من الذي تسبب في الحرب. حتى إما سياسيا كأحزاب مثلا المؤتمر الشعبي العام والإصلاح حليفه، أو حتى علي عبد الله صالح والأطراف الذين يتحالفوا معه، حتى بمن في ذلك الرئيس هادي وغيرهم، لكن تم الاعتذار ممن لا يملك الصلاحية أو سلطة حقيقية، وبالتالي هذا كان جزء من التعامل بخفة. عندما نستكمل هذه النقطة أستاذ أحمد، ولكن بعد أن ينضم معنا عبر الهاتف السيد صالح الجبواني المحلل السياسي من لندن. مساء الخير أستاذ صالح. مساء النور، اهلا بك معنا استاذ صالح. بدايه يعني هل ترى ان المشكله فعلا بين الوحده مع الشمال والجنوب ام بالظروف المحيطه بها؟ اولا سعيد بهذا اللقاء مع قناتكم العزيزه. يعني وبالنسبه للوحده ليست غايه ابدا، لا الوحده غايه ولا الانفصال غايه، الوحده هي عمليه سياسيه يتحقق، المفروض يتحقق من خلالها سعادة وازدهار ونماء وتنمية وتطور وتقدم. إذا لم تتحقق هذه الغايات من الوحدة يصبح وجودها زي عدمها. كذلك الانفصال بنفس القدر هو عملية سياسية يجب أن لا يكون مقدس. الوحدة أو الموت، الانفصال أو الموت، هذه أمور مرفوضة. الوحدة أو نظام الوحدة بالأحرى تعرض لعملية اغتيال مباشرة شارك فيها الطرفين اللذان قاما بالوحدة، واللي هما علي عبد الله صالح ومجموعته والمؤتمر، وأيضا شاركوا الحزب الاشتراكي إلى درجة إلى حد ما، برغم أنهم كانوا مظلومين بنسبة يعني كبيرة بعد الهزيمة. يعني الهزيمة لما صارت، بدل ما يهزم الحزب الاشتراكي
تم هزيمة الجنوب كله. نعم. في دولته، بشعبه، بتاريخه، بمقدراته، بمؤسساته. وهنا كانت القاسمة التي حولت الأمر إلى شكل لا يمت للوحدة بصله إطلاقا. نعم. إذن أستاذ صالح، يعني بين كلفة الانفصال وكلفة الوحدة، يعني أين تجد مصلحة أبناء الجنوب؟ أنا أعتقد أنه اليمن هذا قادر أن يستوعبنا كلنا. اليمن الموحد قادر أن يستوعبنا كلنا، ولكن بشكل مختلف، ليس بالشكل الذي كان قائما في دولة علي عبد الله صالح. هذا أمر انتهى. وأيضا من يحلموا أنهم بيعيدونا إلى الانفصال وإلى الدولة السابقة في الجنوب، هذا أمر برضه مستحيل، لأن الظروف والعوامل على الأرض، نعم، كانت سياسية، سواء كانت ثقافية، سواء كانت اجتماعية، اقتصادية، كلها تغيرت. للنظام القديم الذي حقق الوحدة قادر على أن يستمر، أو الشكل القديم قادر أن يستمر، ولا الشكل القديم أيضا للانفصال قادر يستمر. نحن نستطيع أن هذا اليمن كما قلت لكم يستطيع أن يستوعبنا، لكن في شكل جديد، في شكل يمن اتحادي يستوعب جميع أبنائه، في مثل كما خرجت بذلك مخرجات الحوار الوطني، بحيث أنه كل إقليم يدير شؤونه الداخلية، من تعليم، صحة، خدمات، أمن إلى آخره. تبقى الدولة الاتحادية هي التي تقوم بالأمور السيادية. نعم. كما هو موجود في أي دولة في العالم. هذا الشكل أنا أراه هو الأسلم بالنسبة لليمن. لا نريد وحدة كما كانت، ولا نريد أيضا انفصال كما يحلو. يعني تجد أن مثلا شكل الدولة الاتحادية سيكون أكثر يعني مناسبا أو أكثر تناسبا مع الوضع الحالي في اليمن؟ نعم. اليمن مشاكلها مرتبة. مثلا بالشمال عندنا مشاكل تاريخية قديمة، يعني من أيام الإمامة. في الجنوب عندنا مشاكل أيضا، يعني مثلا في مناطق تختلف عن مناطق أخرى، مثلا حضرموت تختلف عن عدن، شبوة تختلف عن الضالع، يعني بالعادات، بالتقاليد، يعني إلى حد ما، مش طبعا بشكل فارغ. بالشمال، الشمال يختلف عن اليمن الأوسط أو الأسفل زي ما يسمونه. فهذه التباينات والاختلافات، يعني في أسلوب حياة الناس. مثلا ابن صعدة ليس مثل ابن تعز. ابن تعز مختلف عن ابن صعدة كثير جدا. هذا وضع قبلي واضح وباين، وهذا وضع مدني. فإذا لم تستوعب الدولة الموحدة، يعني الاتحادية، هذه التباينات والاختلافات، بحيث أنه لا نربط ابن تعز بابن صعدة لكي يعيش هذا مثل هذا، ما هي هذا، العملية هي فاشلة جدا. ولا نربط ابن المهرة بابن الضالع. كل واحد له طريقة في العيش، طريقة في الحياة. فلذلك هذا التنوع لما يكون في دولة اتحادية يصير مصدر غرة، يصير مصدر يعني قوة، مصدر لبناء دولة حقيقية، يعني نفاخر بها أمام العالم. لكن لما نصهر اليمن كلها لتصير وجه واحد وشكل واحد لكي يخدم شخص واحد وأسرة واحدة، هنا حصلت الكارثة التي لم نكن نتمناها أبدا. فنحن نرنو اليوم إلى اليمن الاتحادي الذي يتكون من 6 أقاليم، كما نص على ذلك القرار اللي خرجت به لجنة الأقاليم المنبثقة من مؤتمر الحوار الوطني. فيعني نعيش مع بعض وأخوة، ونستوعب بعضنا البعض معه. نعم. إذن أستاذ صالح، يعني كيف تقرأ المستجدات الأخيرة في الجنوب؟ يعني وما هو مستقبلها برأيك؟ المستجدات الأخيرة في الجنوب لم تأتي كاستمرار للحراك الذي انطلق في 2007. كانت رد فعل على إزالة عيدروس الزبيدي من منصب محافظ المحافظة، وهاني بن بريك من منصب الوزارة. طبعا عيدروس هو الأساس في الأمر. يعني
ما فيش وراه منطقة ولا وراه قبائل ولا وراه سلاح ولا وراه حلوية ولا وراه حد. يعني كان ممكن يعني الأمر يمر. إنما في عدن تعرفي بعد التحرير من الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح كونت مراكز قوى. يعني مثلا حيدروس الزبيدي صار له مركز قوى عسكري، صار موظفين، صاروا مدراء، صار مصالح. هذا مركز القوة عندما أقيل حيدروس الزبيدي طبعا انتابهم الخوف. نعم، يعني إذا من يقف خلف يعني هذه القوة التي أرادها عيدروس؟ يعني إذا أنت تقول لا توجد لديه لا سلاح ولا قبيلة ولا يعني كان يمكن لا أن يمر، من هي الأطراف التي تقف خلفه؟ أنا أقصد هاني بن بريك، لم يوجد حد وراه. أنا أقصد هاني، أما عيدروس فتوجد قفاه يعني منطقته وحكاكره وقبائله وإلى آخر. أنا أقصد هاني بن بريك أنه لم يكن اللي يعمل شيء بدون حيدروس. حيدروس الزبيدي والضالع اساسا تكونت كمركز قوه في عدن، ولما اقيل المحافظ جاء المجلس انتقال لهذا. لو استمر المحافظ على منصبه لم يكن المجلس هذا اللي ياتي. فلذلك صارت قضيه الجنوب كقميص امام، من تضررت مصالحه او اقيل من منصبه حمل هذا الشعار. حتى ناس كانوا يشتغلوا مع علي عبد الله صالح حينما أقيلوا حملوا قميص عثمان الجنوبي هذا، ناس مع عبد ربه منصور وإلى آخر. هذا عملية يعني مصيرها الفشل. اللي عدن والمجلس الانتقالي مصيرها الفشل، لأنه لم يكن أصيل، لم ينبع من استمرارية النضال الجنوبي لحصول الجنوبيين على حقوقهم. فما جرى في عدن هو أمر جزئي وسينتهي به الحال إلى الفشل. نعم، إذن شكرا جزيلا لك. مع أقرارنا أن المضار والمشاكل وكل الأشياء اللي كانت موجودة في السابق هي لازالت موجودة في الواقع. الناس بلا كهرباء، بلا ماء، بلا مرحلة، بلا خدمات، وهذه كلها أيضا تصب في مصلحة هذا المشروع الذي أعلنوه في عدن وتأجيجه. لكن اعلان المشروع هذا، اعلان المجلس هذا، لم يكن سببه هذه الخدمات وهذه المطالب والحقوق، بل كان سببه تضرر. نعم، يعني مصالح شخصيه ضيقه. نعم، شكرا جزيلا لك استاذ صالح الجبواني المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. عوده اليك استاذ احمد، يعني استمعت لحديث الاستاذ صالح، ودعني يعني نقف عند النقطه الاخيره وهي المسجدات الاخيره التي ربما خلطت الاوراق على الشرعيه. كيف تنظر استاذ احمد الى المحركات الميدانيه للعمل في الشارع الجنوبي؟ من يعبث بالشارع الجنوبي برايك في هذا التوقيت؟ اولا لابد ما نعترف انه هناك مشكله كبيره جدا في الاداره. هناك خلل كبير جدا في ما يتعلق بإدارة مصالح الناس، في أيضا ما يتعلق بإدارة العلاقة بين الأطراف المختلفة، سواء بين الحكومة والتحالف، بين السعودية والإمارات، بين الدولة والحكومة، بين السلطة المحلية وأيضا الحكومة في عدن. وبالتالي كان هناك عملية خلط أوراق، وبالتالي هي ما أفرزت هذا الحديث. لا يمكن أن يكون هناك سيفان في غمد واحد. وبالتالي عندما تحولت عدن إلى عاصمة للدولة الاتحادية أو للدولة عاصمة مؤقتة للدولة، كان يفترض أن يتم التعامل معها بهذه الطريقة، يعني أن تمنحها الأولوية الكاملة وأن توضع تحت تصرف الحكومة اللي هي حكومة الرئيس هذه أو حكومة بن دغر، أن تعود الحكومة وتمارس صلاحياتها، وهناك سلطة محلية تمارس أعمالها فيما يتعلق بالخدمات والإشراف على حياة الناس. لكن ما حدث أن في عدن تم تقسيم الشارع الجنوبي، أو تم تقسيم عدن إلى كنتونات، جزء يتبع الحراك أو يتبع عيدروس، جزء يتبع بن بريك الحزام الأمني، جزء يتبع الألوية الحماية الرئاسية، وهناك قوات إماراتية وهناك قوات سودانية، وبالتالي كان هناك خلط كبير الأوراق. انشغل الجميع بالصراع وانشغلوا عن القيام بالخدمات الأساسية، لا كهرباء، لا ماء، لا صحة، لا تعليم، لا ترميم، ولا إعادة استعادة لحياة الناس. وبالتالي هذه كانت الإشكالية الكبرى. ما حدث أيضا أنه البيئة الموجودة التي أفرزتها يعني ما بعد حرب الحوثيين التي أعلنها الحوثي وصالح أو المخلوع على عدن،
هي دمرت البيئة تماما، ودمرت أيضا حتى على ما تبقى من تعايش، وبالتالي صعدت خطاب تطرف كبير جدا، ليس فقط باتجاه الوحدة أو باتجاه الحوثي وصالح، بل باتجاه الشمال، والشمال تم شيطنة الشمال بشكل كبير وشكل كامل جدا. ما حدث أن هناك من تلقفوا هذا واعتبروا أنه الآن هذه اللحظة مناسبة، الآن الشارع يغلي، الشارع هناك مشاكل، وبالتالي أصبحت الفرصة مهيئة للذهاب باتجاه مشروع المجلس الانتقالي. وبالتالي عندما تم إقالة عيدروس، عيدروس عمل لسنتين أو سنة ونصف تحت سلطة الحكومة، وبالتالي هو موظف ما دام ارتضى أن يكون موظف حكومي عليه أن يتعامل كموظف حكومي، لكن عندما تم إقالته ظهر كزعيم ومخلص للحراك الجنوبي، وبالتالي أيضا هو ظهر أيضا حاول أن يقدم نفسه كزعيم للشارع الجنوبي، وبالتالي تم اختزال القضية الجنوبية في قضية عيدروس، وبالتالي ربما هذه كانت هي يعني إخفاق كبير جدا، والحد من 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 قضية كبيرة جدا كالقضية الجنوبية، كالحراك الجنوبي، كنضالات سلمية من 2007 تم اختزالها في عيدروس، وبالتالي كان هناك أيضا عدد من قيادة الحراك الأخرى رفضوا هذا الموقف. أيضا كان هناك أيضا جزء من التناقض، يعني أنت تتحدث عن استعادة الدولة بينما الدولة ربما الآن أصبحت في رأس الهرم هي دولة جنوبية، يعني عندما نرى رئيس الدولة، رئيس الحكومة، 70% من الوزراء، وبالتالي من يتحركوا من يقوموا هو أصبحت جزء، وهذا هو ربما جزء من الاعتذار الحقيقي والعملي للقضية الجنوبية. بالتأكيد أن هناك مظالم، وبالتالي بالتأكيد أن هناك حقية للشارع الجنوبي، لكن أن يتم القفز عليها بهذه الطريقة كان فيها خطأ كبير جدا. اعتراف مؤتمر الحوار بالمظلومية الجنوبية، الحديث عن دولة اتحادية، موافقة الحكومة على إعلان إقليم حضرموت، دعوة تشجيع الرئيس لإعلان إقليم في عدن، وبالتالي جميع هذه الأشياء كانت تمشي في إطار أنه هناك تقدم كبير للقضية الجنوبية، بينما الشمال ما زال مشغولا بمحاولة الإفلات من قبضة الحوثي، وبالتالي كان يعني من الطبيعي أن يكون الجنوب أو تلعب عدن الدور الحاضن الرئيسي، وهي عدن التي لعبت هذا الدور أثناء الحركة الوطنية قبل ثورة 62، وبالتالي كان هناك فرصة تاريخية أن يقوم أبناء عدن أو أن تقوم أن يقوم المناطق المحررة ب يعني خاصة بعد قرار نقل المؤسسات، نقل البرلمان، نقل البنك إلى عدن، أن تقوم هي الحاضن للدولة، وهي التي تبدأ فعلا في تطبيق مرحلة الفيدرالية. نعود لهذه النقاط أستاذ أحمد قبل أن يعني نستبق الحديث عنها، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني القضية الجنوبية هي قضية مشروعة ومعترف بها، ولا أحد يعني سينكر حق الناس في تحديد مصيرهم، ولكن يعني ما حاجة أبناء الجنوب للتصعيد، إعلان المجلس السياسي الذي يمثل ربما ضربة قاسمة للشرعية وللتحالف العربي، ربما الذي يعتبره الجنوبيون شريكا مهما بالنسبة لهم. بالنسبة لإعلان المجلس، هو أتى في ظرف صعب جدا، وكان رد على إقالة عيدروس الزبيدي. بالتأكيد كانت هناك، هذا يكشف ما حدث، يكشف أن هناك سيناريوهات أخرى تحت الطاولة أو أشياء كانت يتم العمل عليها ربما. كشف أن هناك تباينات أو وجهات نظر مختلفة. الإمارات ربما استنفرت بشكل كبير جدا، وللأسف يعني الإمارات قدمت تضحيات في اليمن، وسواء في مأرب أو في المخا أو في عدن أو في غيرها، لكن هناك خلط بين أن تأتي لمساعدة شخص وأن تتحول أنت إلى صانع، رؤساء صانع قرار في بالدرجة الأولى، وبالتالي عدن ما زالت هي جزء من الدولة اليمنية، وما زال الرئيس الجمهورية هو عبد الرب منصور هادي، وبالتالي عندما يتم التعامل معه مع قراراته بخفة، عندما يتم يعني إنشاء أجهزة عسكرية أمنية خارج إطار الدولة، خارج نطاق الدولة،
وبالتالي لا يمكن أن التصرف الطبيعي أن يمارس الرئيس صلاحيته كرئيس دولة، وأن يمارس أيضا ما هو مخول له دستوريا في قضية الإقالة والتعيين والحفاظ على مصالح الدولة اليمنية باعتباره مسؤولا وآخر وشخصية اعتبارية مرشحة لها وجودها الدستوري، الذي ربما هو آخر الشرعيات الدستورية بحسب ما تم ما هو موجود. يعني هو يمتلك شرعية انتخابية كبيرة جدا، وبالتالي اختزال القضية الجنوبية في قضية المجلس الجنوبي هي أيضا يعني ليس صحيح. هناك مطالب حقيقية ومطالب مشروعة للشرع الجنوبي، من حق الجنوبيين ومن حق أي فصيل أن يدعو لتنظيم نفسه بشكل سياسي، لكن أن ينشئ نفسه كدولة داخل الدولة ربما هذه فيها قفزة على الواقع. وهذا ربما الشيء المستغرب له، أن اختزال المجلس في عيدروس وفي مجبع وإقصاء بقية الفصائل من تمثيل الجنوب أيضا غير منطقي. الحديث أيضا عن المشكلة التاريخية، أن هناك عدد كبير من القيادات التاريخية داخل الجنوب وقفت أيضا موقف أكثر عقلانية، أنه ليس هذا الوقت المناسب، لأن يعني ما زال العدو متربص، ما زال الحوثيين على مشارف يعني لاحجوا في مناطق المحادة في الضالع وفي غيرها، وبالتالي حتى في مكيراس موجودين، وبالتالي نحن بحاجة إلى لاستعادة الدولة بشكل كامل، ومن ثم الالتفاف للمظالم الحقيقية والكاملة. هي دولة شراكة، يجب أن يخرج الناس من عصبية الضيقة والتفكير بشكل أكبر بما يخدم مصالح الناس. ما دام مسؤول لم يفلح في منصبه يترك الفرصة لآخر ويتحول إلى كيان سياسي، من حقه أن يطالب بإصلاح الدولة، من حقه أن يطالب بالحصول على مكاسب للناس، لكن ليس تحويل الموضوع التصوير أنه كان صراع جهوي أو فئوي أو مناطقي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة جدا. عندما تتحول المظلومية يعني الكبيرة إلى أدوات للصراع وللاستخدام السياسي، ربما هي تفقد قيمتها الكبيرة، ويفقد الناس أيضا إيمانهم بمثل هذه القضايا. مثل ما تم شيطنة الوحدة، هناك أيضا شيطنة للانفصال، هناك أيضا شيطنة للحراك الجنوبي. ربما من 2007 إلى 2011 كان هناك شيطنة كبيرة جدا، وكان هناك قمع وكان، وبالتالي تجاوز الأخوة في الجنوب هذه المرحلة بشكل كبير جدا، رغم تنامي خطاب الكراهية، الإقصاء، الإلغاء الآخر، لكن بالتأكيد هذا هو رد فعل وليس فعل حقيقي. الفعل الحقيقي كان يتمثل في الإقصاء وفي الإلغاء وفي أيضا يعني ارتكاب الكثير من الأخطاء في حق أبناء الجنوب، وبالتالي لكن لا يجوز أن يتم معالجة الخطأ بخطأ. هناك وثيقة للحوار، هناك أيضا مسؤولين تم توافقهم أن تعينوا تحت أو قبلوا العمل تحت شعار الجمهورية اليمنية، وبالتالي كان عليهم أن يحترموا هذا الخيار العام، نعم. وبالتالي أو يرفضوا من البداية. نعم. ولكن حينما يعني يشعر الآخر أنه حينما تعارضت مصالحهم مع حصل هناك يحصل يعني خلط، للأسف يحصل خلط كبير جدا بين المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة، بين ما هو وطني وبين ما هو شخصي. استهداف عيدروس الزبيدي مناضل كبير، وربما يعني قدم كثيرا في قضية تحرير محافظة الضالع، وكان له دور كبير جدا في لم الشارع في الضالع وفي المحافظة القريبة، لكن لا يجب اختزال الموضوع بهذا الشكل، لأنه ظهر الموضوع كأنه صراع على السلطة وليس صراع على خدمة الناس. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الصحفي عبد الرحمن أنيس من عدن عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء النور أستاذ عبد الرحمن. يعني سأطرح عليك سؤالي الأخير للأستاذ أحمد، وهي ما هي أو هو ما حاجة أبناء الجنوب للإعلان السياسي في هذا الظرف تحديدا؟ يعني هو يمثل ضربة قوية للشرعية، للتحالف الذي ربما في إعلان المجلس السياسي كانوا يعني يشيدون بجهود التحالف معهم. في الحقيقة أنا لا أرى الأمر بالشكل هذا، يعني لا، ليس بالضرورة أن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي أنه ضد الشرعية أو ضد التحالف، على العكس هو مجرد ممثل سياسي للجنوبيين، بالإمكان أن يعمل مع الشرعية ومع التحالف لتحقيق الأهداف. ممثل سياسي كحزب مثلا، هذا ما تعني؟ لا، كممثل سياسي، ككيان، كحامل سياسي للقضية الجنوبية. الجنوب والقضية الجنوبية عانت طوال 10 سنوات الماضية
من 2007 بتعدد المكونات، بتعدد القيادات، بعدم وجود ممثل ممكن التفاوض معه. الآن هناك ممثل سياسي للجنوبيين، شأنهم شأن أي يعني أصحاب قضية أخرى يعملوا لهم ممثل سياسي. بالإمكان من أراد أن يتفاوض مع بشأن القضية الجنوبية أو يتفاوض مع الحراك الجنوبي أمامه هذا الممثل السياسي يتفاوض معه. الواعي داروس الزبيدي في نفس اليوم الذي في 4 مايو يوم تم إعلان عدن التاريخي أدى بتصريح صحفي قال فيه أنه سيعمل مع الشرعية، وعدد كبير من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكدون أن عملهم لا يستهدف الشرعية، وإنما هو يعمل مجرد ممثل سياسي يعمل مع الشرعية والتحالف لتحقيق المهام والأهداف المشتركة. وهذا المجلس بالمناسبة فيه وزراء، فيه وزير، وفيه محافظين، وفيه مسؤولين، وفيه رجال دولة، فيه محسوبين على السلطة الشرعية ولم يقدموا استقالتهم إلى الآن، بمعنى أنهم لا يرون أن عملهم يتعارض مع الشرعية. نعم، يعني دعني أنقل هذه الفكرة لضيفي هنا في الاستوديو أحمد أزرق، ما رأيك بهذه النقطة؟ هل تجد أنه لا يوجد تقاطع بين إعلان المجلس السياسي وبين الشرعية؟ أو إعلان المجلس السياسي ربما هو يمارس أيضا جزء من أخطاء الماضي، أنه احتكار التمثيل، الناس نحن من نمثلكم، كيف تم تمثيل الناس؟ اجتمعوا مجموعة من الناس وقالوا وتم إعلان مجلس سياسي يمثل الجميع، وتم تقديم نفسه على أنه يمثل جميع الأطياف، جميع الناس. بالتالي تم هناك خلال الفترة الماضية تشكيل كيانات أخرى، هناك شكل واضح للتمثيل، إما أن يكون شكل أحزاب تخضع لقانون الأحزاب وقانون اللي هو قانون الدولة، أما تشكيل مجلس واليوم الآخر اليوم الثاني يأتي أحد نائب رئيس المجلس يقول أنه سنتم خلال الأيام القادمة إشهار مجلس عسكري يتبع المجلس السياسي، وبالتالي نحن أمام حالة غريبة، كيان داخل كيان الدولة يعمل من داخل الدولة لكن يعمل لأهدافه وليس لأهداف الدولة. كان هناك وحتى المجلس ذهب بأنه ليس مع قضية الأقاليم وليس مع قضية الدول الاتحادية، هو مع قضية إقليمين، دولة من إقليمين، وبالتالي هذا هو أيضا مخالفة لما تم التوافق عليه. أيضا أن يعمل وزراء ومسؤولين وقادة ومحافظين ضمن هذا المجلس الذي هو أيضا كان رئيس الدولة قال أنه لم يعترف به رئيس الدولة، وبالتالي كيف أنت تعمل ضمن الدولة وتعمل من خارجها؟ هذا حالة فيها انفصام شخصية كبير جدا، وهي أيضا شبيه بالمجلس الآخر. لا نريد أن نصل إلى مرحلة التشبيه أنها، لكن في الأخير هذا كان عمل من داخل الدولة يستهدف الدولة، يستهدف يعني ليس وقته. إذا كان الجنوبيون أو أي فصيل تضرر من أي قرارات عليه أن يشكل نفسه، لكن لا أن يدعي احتكار تمثيل القضية الجنوبية والجنوب. إذن استمعت لرد ضيفنا في الاستوديو أستاذ عبد الرحمن، يعني هناك ربما يعني هو أشبه المجلس السياسي أشبه بكيان داخل الدولة لم يعترف به رئيس الجمهورية، يعين وزراء، يعلن أنه يعني خلال فترة قريبة سيصنع مجلس عسكري، يعني كل هذه الأمور ألا تشكل خطر بالنسبة يعني الدولة اليمنية القادمة؟ ألا يشكل أيضا تعارض مع الشرعية؟ وكيف سيعمل معها إذا هو لديه مجلس عسكري، لديه وزراء، لديه محافظينه؟ يعني هناك تناقض كبير. على العكس، مثلا عندما تم اختيار ممثلين أو تم الدولة عندما قامت مؤتمر الحوار الوطني في 2013 وتم دخول فريق باسم مكون الحراك الجنوبي، هذا الفريق لم يختاره أحد، لم يختاره لا الحراك ولم يختاره الشارع، إنما الدولة في الأخير فرضتهم، وبعضهم انسحبوا في الأخير وبعضهم استمروا وواصلوا، بالتالي جاءت النتائج. لا أحد الآن يستطيع أن يلزم الحراك بها ويقول لهم أنتم شاركتم وعملتم وهكذا وأنتم وافقتم على مخرجات الحوار. لكن الآن هناك مكون سياسي أغلب القيادات الجنوبية حتى المعارضة للمشروع الجنوبي يقول نحن على الأقل لن نقف في طريقه، على اعتبار بغض النظر عن الإشكالات التي رافقت تأسيسه والتي رافقت الإعلان عنه وما يشاع من أن هناك مثلا لم يتم تشاور مع بعض المكونات أو شيء من هذا القبيل، لكن في الأخير يقولون هو مشروع جامع، ومن مصلحة اليمنيين ككل ومن مصلحة الجنوبيين ومن مصلحة الإقليم والعالم أن يكون هناك ممثل سياسي ممكن التفاوض معه بشأن القضية الجنوبية. أنا أمس يعني في المليونية التي أقيمت في ساحة العروض
كان في المنصة هناك محافظ الضالع، وكان موجود محافظ لحج، وكان موجود وكيل محافظة عدن، وكان موجود مدير أمن لحج، وكان موجود مسؤولين جنوبيين كثير. وإلى الآن لم يصدر عن المجلس الانتقالي الجنوبي أي تصريح يهدد شرعية الرئيس هادي. على العكس، كل التصريحات تؤكد أنه سيعمل مع الشرعية والتحالف. بالنسبة للمجلس العسكري الجنوبي الذي أعلن عنها الشيخ هاني بن بوريك، أنا أعتقد أنه كان ردات انفعالية على قرار الرفض الأولي، الرفض الرئاسي الذي أعلن في نفس اليوم للمجلس. وفيما إذا تم لاحقا الإعلان عن المجلس العسكري الجنوبي ستتضح الرؤية بعد الإعلان عنه. إذا كان نعم، إذا يعني برأيك أستاذ عبد الرحمن، إذا لم يشكل هذا المجلس تعارض مع الشرعية، لما سترفضه الشرعية مباشرة؟ يعني لما لا تتقبل كمكون سياسي تتحدث عن بأنه رافض للقضية الجنوبية؟ أعتقد أن الإشكالات المتعلقة بتأسيس المجلس، مثلا من كون رئيس المجلس هو شخصيات الواعد الزبيدي محافظ عدن المقال، ونائب رئيس المجلس هو ايضا كان وزير مقال هو الشيخ هاني بن بوريك، وهذه الملابسات ربما جعلت الشرعيه تتحسس منها، بالاضافه الى يعني اطراف الشرعيه الاخرى او شركاء الشرعيه الاخرى الموجودين من احزاب سياسيه مختلفه، ربما تحسسوا من هذه النقطه ودفعت الرئيس هادي الى الاعلان عن رفضه القاطع. وهو يعني كثير الان وجهوا يوم اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، وجهوا حتى للرئيس هادي تهم بانه يدعم الانفصال، لذلك ربما جاءت ردة الفعل الرئاسية شديدة اللهجة بأنه يرفض رفضا قاطعا هذا المجلس. وأيضا يعني دعاء الأعضاء في المجلس إلى إبداء موقف واضح. وبالمناسبة بعد دعوة الرئيس هذه، محافظ شبوة خرج في مظاهرة شعبية وأعلن تأييده للمجلس، وأيضا محافظ حضرموت في مقابلة تلفزيوني أعلن تأييده للمجلس، ومسؤولين كثيرين في الدولة لم ينسحب منهم واحد بشكل رسمي. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الصحفي عبد الرحمن أنيس، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أستاذ أحمد، يعني بهذا الشكل ما هو أفق الحل في اليمن؟ كل طرف يجد أنه الأصوب، كل طرف يجد أنه يسعى يعني لأجل اليمن. وجود معارك جانبية، مصلحة الجنوب أين تكمن؟ يعني نحن كنا نحارب لأجل استعادة الدولة، هناك معارك أخرى ربما تضيع الهدف الرئيسي لاستعادة الدولة والشرعية. أولا هذا دليل على أن هناك لا توجد رؤية واضحة سواء لدى الشارع الجنوبي أو حتى الشماليين أو حتى الحكومة أو حتى التحالف السعودي. الزج باليمن باتجاه مشاريع أخرى هي لا تخدم اليمن. لا نريد أن نذهب بعيدا ونتحدث عن نظرية المؤامرة، لكن أيضا هناك أشياء تقال من التاريخ أن هناك موقف كان ضد الوحدة اليمنية، وظهر بشكل كبير جدا في تصريحات عدد من المسؤولين ربما في حرب بعد، بالتحديدا ليس في حرب 94، لكن في حرب 94 ظهرت تجلياتها، لكن في عقب اجتياح صدام حسين للكويت ظهرت، وكان هناك موقف سياسي سلبي للأسف من ممثل اليمن في مجلس الأمن حينها عبد الله الأشطال بتوجيه من صالح، وقف بشكل سيء مع ضد أي قرار لإدانة غزو الكويت. كان هناك اجتماع لقمة خليجية، وكان هناك حديث وقتها لأحد الأمراء أو لأحد حكام الخليج، بالتأكيد الشيخ زايد بن سلطان قال أنه لن يهدأ له بال حتى يتم تقسيم اليمن إلى 4 دويلات. وبالتالي لا نريد أن نذهب ما حدث بعدها، ربما حدث تغيير أيضا في وجهات النظر في 94، وبعد 94 تم أيضا السعودية اكتشفت أن اليمن يمن موحد هو خير لها، وهي أيضا الطرف الشريك المعني بالحفاظ على هذه الوحدة كونها هي القريبة والمؤثر والجار المؤثر والمتأثر بشكل واضح، بينما ربما الإمارات لديها حسابات أخرى، لديها حسابات تتعامل بحسابات شركة تجارية، لديها تبحث عن مصالح اقتصادية، مصالح معينة. لكن في الأخير لا يمكن أن يكون هناك حل في اليمن خارج اليمن، أي حلول تأتي من خارج اليمن لن تكون لصالح اليمن، وبالتالي هناك مرحلة أو هناك فرصة تاريخية لأبناء الجنوب أن يحققوا جميع مظلومياتهم أو يحققوا جميع أهدافهم التي خرجوا من أجلها منذ 2007، استعادة أيضا استعادة حياتهم الطبيعية. الآن هناك نحن أمام فرصة تاريخية للذهاب باتجاه دولة اتحادية تتسع على الجميع.
لكن هذه الدولة مشوارها يبدأ بتحقيق العدالة، بالقضاء على الانقلاب، بإنهاء المظلومية الجنوبية، أيضا بالذهاب قدما باتجاه مشروع الدولة الاتحادية بشكل واضح وشكل صريح، لا يوجد فيه محاصصة ولا تقاسم ولا شريك وشريكين، بالعكس دولة تتسع للجميع، أساسها العدل والمساواة وإنهاء المظلوميات بحيث لا تكون هناك وصاية لأحد على أحد، بل دولة يتشارك فيها الجميع. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الزرقا الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.